القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحياناً الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. لقاء في سيدي الخدير. في أواخر العام 2000 كانت قد مرت على عبد الجبار بن محمود 6 سنين بلا عمل، فيما قبل ذلك اشتغل مساعد جزار وعمل لفترة قصيرة في البناء، وحاول أن يتعاطى التجارة في سوق دربغلف بالدار البيضاء. كل ذلك تلاشى الآن وصار يرفض الخوض فيه. يتخذ عبد الجبار من طريق سيدي الخدير حيث يسكن في أحد الأزقة المتفرعة عنه مجالا لتحركه. هو الآن في 34، ينهض كل يوم في حدود 11 صبحا. والدته التي تعمل في البيوت تعطيه مكرهة ما يشتري به ما تصطلح عليه بالبلية، لأنها ترفض أن تقول إن ولدها وقد صار رجلا الآن يتعاطى المخدرات. المرأة التي تجاوزت 50 تعمل في البيوت منذ هجرها زوجها أبو عبد الجبار وتركها معلقة. مع توالي السنين صار مألوفا رؤية عبد الجبار وهو يذرع رصيف طريق سيدي الخدير جئة وذهابا. لم تكن له وجهة معلومة، وإنما هو المشي على غير هدى. ثم صار لا يكلم أحدا، وبرغم حاله ذاك فإنه لم يكن يؤذي أحدا، ولم يكن مظهره يشبه مظهر المتشردين أو الحمقى، فقد كانت والدته تحرص على نظافة ملابسه رغم البلى الذي لحقها. ظنت المرأة أن ما أصاب ابنها الوحيد سببه العين. في أكتوبر من العام 2000، في يوم لا يذكر منه إلا صحوة، وبينما كان كعادته يمشي على الرصيف في شارع سيدي الخدير، توقفت بجانبه سيارة مرقمة بالخارج. علم من ألواحها المعدنية أنها مرقمة في فرنسا. واصل سيره وقد تجاهل السيارة. سمع المنبه فالتفت، ثم سمع صوتا يأتي من داخل السيارة يناديه باسمه عبد الجبار. عاد خطوتين إلى الوراء وانحنى ليكتشف وجه الذي يناديه. كان وحده في السيارة يبتسم له، قليلا ما ابتسم أحدهم في وجهه. سأله: ألا تذكرني؟ دقق عبد الجبار النظر في وجهه، لم يكن يعني له شيئا. حرك رأسه نافيا، فتح الرجل الباب وجاء نحوه. ابتسامته ازدادت اتساعا، أمسك به من كتفيه وهو يسأله: ألا تذكرني؟ كان مندهشا، على جبين الرجل أثر جرح قديم يتخذ شكل هلال. من حيث لا يدري وجد عبد الجبار نفسه يركز نظره على تلك الندبة، ثم تذكر. بينما ابتعد عنه الذي كان يمسك به من كتفيه وقد حسبه مجنونا أو فاقدا للذاكرة، جاء صوته: ألست ابن المريزق؟ كاد لا يصدق، ها هو قد تذكره. عاد إليه وعانقه بحرارة، لم يقل شيئا غير دعوته ليركب بجانبه. فتح له الباب ثم انطلقت السيارة. لم يتبادل أي كلام. من جهاز الراديو كاسيت تأتي إيقاعات من الغناء الشعبي. بدا بن المريزق خالد وكأنه يريد أن يظهر براعته في السياقة. انعطف يمينا وسار في طريق أزمور. من النافذة نصف المفتوحة يأتي هواء يحمل رائحة البحر. لما صار بعيدين عن الأماكن التي بها كثافة من المباني قال خالد: ما ظننتك أنك ستستطيع أن تعرفني بعد كل هذه السنوات التي لم نلتقي خلالها. أظنها 15 أو 16 عاما، قال عبد الجبار. في تلك السنة التي لم تعد موجودا في الحي غادرت المدرسة. التفت إليه خالد وقال له: في تلك السنة غادرت أسرة الدار البيضاء والتحقت بالوالد هناك في بيربينيون بفرنسا. عم الصمت عدة دقائق، ثم قال عبد الجبار: إنكم محظوظون. لم يعقب خالد على كلامه وبادره بسؤال آخر: هل تعرف لما توقفت عندك؟ أثار سؤاله ذاك بعض الشك في نفس عبد الجبار،
ومضى به خياله منقبا في ذكرياته البعيدة عما إذا كان صدرت منه إساءة ما. أخرجه صوت خالد من حالة شروده تلك بأن قال له إنه يعرض عليه عملا في فرنسا. سأل عبد الجبار: قد يكون في فرنسا وقد يكون هنا في المغرب. استعاد بعضا من الإطمئنان. ستربح الكثير من المال يا عبد الجبار، أردف خالد وهو يبتسم. لكم أن تتصوروا الذي أحس به صاحبنا وهو يسمع ذلك، هو الذي لم يعمل منذ 6 سنين ولم ينل من الدراهم إلا ما كان يحصل عليه من أمه. الآن وقد تعرف إليه يستحضر عبد الجبار ذكريات بعيدة حين كان هو وخالد يدرسان معا في مدرسة الحي. يذكر أن صاحبه كان كثيرا ما يدفع الآخرين إلى تصرفات ينالون بسببها عقابا من المدرس بينما يتبرأ منهم. لا تهمه الذكريات الآن، الذي يهمه أن يعرف طبيعة العمل الذي يعرضه عليه خالد والذي يعده بأنه سيدر عليه مالا وفيرا. رجل مثله يعيش في فقر مدقع، قد يقبل بالقيام بكل ما يوصله إلى المال. أخرج خالد حافظة وقوده واستل منها ورقة من فئة 100 درهم ودسها في يد عبد الجبار الذي كان ينظر إليه باندهاش لا يخفى، وكأنه هم بأن يردها عليه، ولكنه لأسباب لم يدركها تماما أمسك الورقة النقدية. ابتسم إذ عجز لسانه عن الكلام ليقول له شكرا. أدار محرك السيارة، قام بلفة وسط الطريق وعاد به إلى حيث التقاه في طريق سيدي الخدير. قال له قبل أن يودعه إنه لن يكشف له عن العمل الذي يعرضه عليه إلا حين يلتقيه في الغد. كان موعدهما 10 صباحا في مقهى في شارع سيدي عبد الرحمن. استغربت أم عبد الجبار أن يعود ولدها إلى البيت باكرا، لم تعهده يدخل قبل أن يقترب الليل من الانتصاف. مضى إلى الغرفة التي ينام فيها، مضت هي إلى المطبخ وأعدت براد شاي، جاءت به وبنصف خبزة كبيرة وزيت زيتون. على المائدة المستديرة وقصيرة الأرجل وضعت ما جاءت به، ثم جلست على الحصيرة. الصمت الذي يعم الغرفة مزقه صوت الشاي المتدفق من البراد إلى الكأس. عمت رائحة النعناع. كان منزويا مكانه وهي تقدم له كأس الشاي. سألته عن السبب الذي جعله يعود إلى البيت باكرا. نظر إليها بتمعن ولعدة ثوان لم ينطق بشيء، ثم قال لها: أظن أنني سأشتغل قريبا. قالها وهم بابتسامة لم تكتمل، أضاف أنه سيكسب من ذلك العمل المال الكثير. وما هو العمل الذي سيكسبك المال الوفير؟ سألت أمه. لحظتها انتبه إلى أنه لن يستطيع المضي أبعد، فقد أبلغه خالد بأنه لن يخبره بالعمل الذي سيقوم به إلا في اليوم التالي. لم يجد بدا من أن يقول لأمه إنه سيعرف في اليوم التالي. لم يكن رده ذاك ليقنعها، هي التي ظلت لسنين طويلة تعطيه ما تكسبه يدها من العمل في البيوت. حكى لها عن لقائه بصديقه ابن الحي القديم، وقد أبدت استغرابها أن يتوقف عنده ذاك الذي لم يره منذ سنين طويلة وأن يعرض عليه عملا دون أن يكشف له طبيعته. وهي ترشف من كأس الشاي نصحته باتخاذ الحيطة والحذر. ذاك المساء بدا منشرحا، سرها ذلك، ولكنها كتمت في نفسها خوفا عليه من أن يقع في فخ. في الصباح تناول فطوره وأعطته أمه 10 دراهم ودعها ومضى إلى موعده مع خالد بن المرزق في ذلك المقهى في شارع سيدي عبد الرحمن. يعرف المقهى، وإن كان مروره بذلك الشارع قد ندر في الآونة الأخيرة. قبل 10 ببضع دقائق دخل المقهى. لم يكن خالد هناك، لا يظنه سيتأخر. اقتعد كرسيا من 4 حول طاولة صفحتها من الألومنيوم. خلفه جلس 3 فهم من حديثهم أنهم تجار سمك. بجانبه رجل شاحب الوجه يدخن ويسعل سعالا حادا.
جاء النادل فطلب كأس شاي. نظر إلى الساعة المعلقة على الجدار، هي العاشرة. كلما وقف أحدهم بالباب ظنه هو. جاء النادل بكأس الشاي، العاشرة والربع. في كل الأحوال ليس أمامه من خيار سوى الانتظار. في الحادية عشرة لم يبق الكثير من الشاي في كأسه، بدأ يفكر في الانصراف. في تلك الأثناء وقف بالباب، رآه يبحث عنها فلوح له بيده. بدأ يقدم المبررات قبل أن يجلس. فهم منه عبد الجبار أنه نام متأخرا فاستيقظ متأخرا. لم تكن تبريراته تلك لتهم عبد الجبار. جاء النادل فطلب قهوة، التفت يمينا ويسارا واقترب منها. قال له همسا إنه سيكلفه بمهمة تجريبية قبل أن يسلمه رسميا العمل الذي وعده به. استقام في جلسته، التفت يمينا ويسارا مرة أخرى وعاد ليقترب منها. هل تعرف قيادة دراجة نارية؟ نعم، قال عبد الجبار. هذا جيد، سأشرب قهوتي وسنذهب. حمله في سيارته ذات الألواح المعدنية الفرنسية. يذكر أنهما مرا بشارع الفداء وأنه ركن سيارته ودلف في أحد الأزقة. في الطابق الأرضي لأحد المنازل القديمة أراه الدراجة النارية، تبدو في حالة جيدة، وعلى جزئها الخلفي صندوق بنفس لونها الأحمر. بدا مستعجلا أن يسلمه الدراجة النارية، قال له إن بها بضاعة لا ينبغي أن يسأل عنها. قال له إن عليه أن يسلمها إلى أحدهم في منزل لا يبعد كثيرا عن محطة القطار المسافرين. قال له إن الرجل سيسلمه ظرفا به مبلغ من المال، عليه ألا يفتحه. ثم أبلغه أنه إن نجح في تنفيذ ذلك سيتم تشغيله رسميا. ساورت عبد الجبار شكوك في أن البضاعة مخدرات، ولكنه وافق. سلمه الدراجة النارية وأوراقها. وبينما كان يهمان بالخروج من ذلك المنزل، اعترضت سبيلهما سيارة مموهة، وما لبث أن اكتشف أن الذين على متنها من الشرطة. أثناء الاستماع إليهما علم عبد الجبار أن صديقه القديم مروج مخدرات صلبة، وأن السيارة التي كان يتحرك على متنها مسروقة. انتظر 3 أشهر قبل أن تثبت براءته. ليلة في موقف للسيارات في الدار البيضاء، ظهيرة يوم ربيعي سطعت فيه الشمس، في موقف السيارات بشارع بئر أنزران الذي يخترق حي درب غلف. في مدخل الموقف تمددت الكلاب 3 للحارس الليلي. لم تكن تعير أدنى اهتمام للسيارات القليلة التي تغادر الموقف ولا لحركة المرور الكثيفة في شارع بئر إنزران. فقد أمضت الليلة تجوب أطراف الموقف، وآن لها أن تنام عميقا إلا إذا حدث طارئ. من مخبأ سقفه كما جوانبه من خشب، كان حميد وشهرته السيف يراقب الموقف. وفي كل مرة تهم سيارة بالمغادرة ينهض من مكانه ليستخلص الثمن. قليلا ما يرافق السيارات التي تدخل الموقف، يعلم أن السائق سيبحث عن مكان. حين لا يوجد مكان فارغ يضع في مدخل الموقف صندوقا خشبيا من تلك الصناديق التي تستعمل لنقل الخضر، يبدو أنه هناك منذ سنوات عديدة. يعتبر السيف نفسه المسؤول الأول عن موقف السيارات، ويعد مبارك الحارس الليلي تابعا له. كان يجرؤ على ما لا يجرؤ عليه غيره، وكان ذلك يمنحه هيبة. بل إن الذي يكتري موقف السيارات وهو مشغله لم يكن يجرؤ على مخالفته الرأي، ذاك ما كان يقوله كلما جاء على ذكر عمله. وحتى يضفي شرعية على ما يدعيه، فإنه يسأل من يحاول مجادلته عن الاسم الذي يعرف به موقف السيارات ذاك. حين يصمت الذي يخالفه الرأي ينطق هو ليقول إن الجميع يعرف موقف السيارات ذاك بموقف السيف. لم يكن مبارك الحارس الليلي بتلك الجرأة، ولكن بنيته القوية وأسارير وجهه الذي تجعله مقطبا أبدا كانت تردع الذين قد تسول لهم أنفسهم سرقة محتويات أي من تلك السيارات
التي يدفع أصحابها مبلغا شهريا لقاء الحراسة. يقبض مبارك المستحقات ويسلمها إلى السيف مرفوقة بلائحة بأرقام السيارات التي سدد أصحابها ما بذمتهم. في جملة أولئك الزبائن من يقدر أن الرجل وكان أمينا يحصل على أجر زهيد، ولذلك كانوا يضيفون إلى القسط الشهري 10 أو 20 درهما. حين يحل المساء يغادر السيف الموقف ويسلمه لمبارك الذي لا تفارقه هراوة اقتطعها من شجرة صنوبر قبل سنوات لا يذكر عددها. بعد أن يطعمها تنطلق الكلاب الثلاثة في جولات لا تنتهي عبر كل متر مربع من موقف السيارات، وحين تهدأ الحركة قليلا يلتحق به مجموعة ممن صار يعدهم أصدقاءه وهو يعلم أن أكثرهم منحرفون. يسر لمن يعتبرهم الأصدقاء المخلصين بأنه ما قبل بأن يجالسوه في الموقف إلا اتقاء شرهم، ثم إنهم وإن كانوا يتعاطون السرقة في أماكن أخرى يتحولون عنده حراسا لا يمنحهم أجرا إلا ما كان من مقاسمتهم من حين إلى آخر قطعة حشيش أو سيجارة. يعلم أن منهم من يأتي إليه وهو يحمل ما يسرقه، وأن منهم من يتخذ موقف السيارات ملاذا له ينتظر فيه بزوغ صبح جديد. كانت أجمل الليالي عند هذه المجموعة يوم يقام حفل أو وليمة في الجوار، أو في مناسبات كليلة القدر أو الأعياد، حين يؤتى إليهم بأطباق من شهي المأكولات يبعث بها محسنون لقاء ما يسديه لهم الحارس الليلي للموقف من خدمات. في أيام أخر يكون على كل واحد أن يتدبر أمره، فالولائم لا تقام كل يوم. كان في تلك المجموعة التي دأبت على الالتفاف حول مبارك كل ليلة يافعون ومراهقون وآخرون تقدم بهم العمر وتخطوا 30. لم يكن خليطا منسجما تماما، وكان ما يجمع تلك العناصر المتنافرة المخدرات والبحث عن مكان لقضاء الليل. لا يذكر مبارك أنه سأل أحدا منهم يوما عن سبب وجوده في الشارع، وما كان يعرفه عن ماضيهم ما كانوا يحدثون عنه ذكرا وهم يتسامرون، وما كانوا يقولونه يظن مبارك أن نصفه أو يزيد كذب. وكثيرا ما كان يذكرهم بأنه لن يتحمل مسؤولية مسروق يأتون به إلى الباركينج، وكان ينطقها الباركي، ويضيف أنه سيتبرأ منهم إذا ما حدث شيء من هذا القبيل. ذات مساء جاء أحدهم، ذاك الذي كانوا ينادونه برغوت لقصر قامته ونحافته وسرعته، وهو يحمل كيسا بلاستيكيا أسود لا يتيح رؤية ما بداخله. جلس برغوت الذي لم يكن قد بلغ 17 فيما يبدو، وعلى غير عادته ظل صامتا. كان يمسك بيده قطعة من ثوب يضعها على أنفه. جميعهم كانوا يعلمون بما بللت قطعة الثوب تلك. تجاهلوه أو هم تظاهروا بتجاهله. كان مبارك يلقي من حين إلى آخر بنظرة إلى ذلك الكيس الذي كان برغوت يضعه على ركبتيه وقد انحنى، فبدا وكأنه يمسكه ببطنه. في حدود الثانية صبحا وقد بدت العيون محمرة لفرط ما تم تدخينه من حشيش، بدأ ينفرط عقد تلك المجموعة. كانوا 5 أو 6 يتخذون لهم أماكن للنوم عند السياج الذي يحد الموقف من جانبه المقابل للمدخل. يعلم مبارك أن أولئك المتشردين لن يقوموا بما قد يجلب له المتاعب. ظل برغوت مكانه على الهيئة التي كان عليها. مضى مبارك ترافقه كلابه في جولة عبر الموقف، يعلم أن لا أحد سيأتي بعد تلك الساعة. مر بمحاذاة واحد ممن ينامون كل ليلة هناك. اقترب منه كلب وشم قدمه الحافية التي كانت تطل من الغطاء، ثم واصل طريقه يتبع مبارك. لما انتهت الجولة وكانت روتينية يقوم بها كل ليلة في مثل تلك الساعة، عاد إلى مكانه. لم يبق هناك إلا برغوت، فقد انصرف آخران كانا معه. ألم تنم بعد؟ سأله مبارك. لم يرد وظل متكوما والكيس البلاستيكي على ركبتيه، عيناه ناعستان، لقد بلغ به مفعول المخدر مداه الأقصى. جلس مبارك وقد أمسك بهراوته. عم السكون المكان.
برغوت في مكانه كالصنم. جاءت الكلاب وبسطت أذرعها عند قدمي مبارك، كاد يغفو وقد وضع ذقنه على الهراوة التي يمسك بيديها. في شارع بئر إنزران رأى سيارة للشرطة، لم يكن في الأمر ما يدعو إلى الاستغراب، حسبها دورية من تلك التي تقوم بها الشرطة كل ليلة. كانت تمر ببطء ونادرا ما توقفت عنده، لم يكن في ظنه ما يجعله يتوقع أن تتوقف السيارة عنده في تلك الليلة، وقد خاب ظنه. رأى السيارة تتوقف وينزل منها رجل شرطة. في تلك الأثناء وقد حافظ على الهيئة التي كان عليها أثناء جلوسه، تسلل برغوت واختفى بين السيارات. تظاهر مبارك بأنه لم يره ونهض من مكانه. هبت الكلاب نحو مدخل الموقف وقد علا نباحها، ثم جاء مبارك متثاقل الخطوات. قبل أن يصل إليهما بادره أحد الشرطيين يسأله: هل رأيت برغوت؟ فاجأه أن الشرطي يعرف اسم ذاك الفتى، فعثرت الكلمات في فمه. قال الشرطي: نحن نعلم أنه يأتي إلى هنا، هل رأيته اليوم؟ نعم سيدي، كان هناك. التفت الشرطي إلى حيث كان يشير مبارك فلم يرى أحدا. تقدم وتقدم معه زميله، وسار مبارك بمحاذاتهما والهراوة في يده. استدرك أن الفتى كان هناك قبل دقائق. جاب الشرطيان موقف السيارات، كان مع أحدهما مصباح يدوي مرر ضوءه على وجه الذين ناموا عند السياج، لم يكن من بينهم برغوت. عاد الشرطي يسأل مبارك: حين جاء إلى هنا هل كان يحمل في يده شيئا؟ نعم سيدي، كان يحمل في يده كيسا بلاستيكيا أسود. هل رأيت ما بداخله؟ لا، ولكنني خمنت أنه لم يكن طعاما. التفت الشرطي إلى زميله وقال: يجب الإمساك به قبل فوات الأوان. لما انطلقت سيارة الشرطة وعادت الكلاب إلى مكانها، سمع مبارك وقع خطى يأتي من بين السيارات المركونة خلفه. نهض من مكانه وانطلق مسرعا نحو مصدر الخطوات، فوقع على برغوت. ماذا تفعل هنا؟ لقد جاء رجال الشرطة يبحثون عنك. لا أريد أن أراك هنا ثانية، هل فهمت؟ اسمعني، أنا لم أفعل شيئا. لا يهمني أن تكون فعلت أم لم تفعل، ما يهمني أن تترك هذا المكان وفورا. اسمعني اسمعني، كان يقولها وهو يتقدم نحوه ممسكا بالكيس البلاستيكي الأسود. أنا لم أفعل شيئا. ماذا في الكيس؟ اقترب أكثر وفتحه، ظهرت حقيبة صغيرة كتلك التي تستعملها النساء لحمل المجوهرات والحلي. من أين سرقتها؟ أنا لم أسرقها، لقد أعطاني إياها الشابلة. أمسك مبارك بالكيس الأسود وجاء إلى كرسيه، بينما ظل برغوت مختبئا بين السيارتين، كان يطيل ليرى ما سيفعله مبارك. رآه يفتح الكيس ويخرج الحقيبة التي يظن أنها تحمل حليا ثمينا، كان قفلها مشفرا ولن ينفتح إلا لمن في يده الشفرة. تسرب إلى ذهن مبارك صوت يوسوس له أن يحتفظ بها ويوحي إليه بأنها فرصته وعليه ألا يفوتها. قام من مكانه واقترب إلى حيث يختبئ برغوت. تعلم أن الشرطة ستعود لتسأل عنك، قل لي الآن من سرق هذه الحقيبة. لما ظل صامتا أيقن أن برغوت هو من سرقها وأن ما قاله عن الشابلة كان كذبا. اقترب منه أكثر وصار يكلمه همسا، قال له إنه سيحتفظ بالحقيبة وإنهما سيتقاسمان ما بداخلها، وعده بقسمة متساوية ما أن يتم فتحها، ثم طلب منه أن يغادر المكان لأن رجال الشرطة سيعودون. وثق به برغوت وغادر الموقف. كان الفجر يقترب. يعلم مبارك أن أصحاب السيارات المركونة في الموقف لن يتأخروا في الوصول لأخذ سياراتهم. مضى بالحقيبة إلى زاوية في عمق الموقف ركنت بها أشلاء سيارة حطمتها حادثة. لا أحد يقترب من ذاك الحطام، وكان يستغله لإخفاء الأشياء التي لا يريد أن تقع في يد أحد. لما عاد إلى مكانه رأى سيارة الشرطة تقف في مدخل الموقف. نزل رجل الشرطة وسرعان ما تعرف إليه، كان الشرطي نفسه الذي سأله عن برغوت. بعبارة مباشرة لا التواء فيها طلب منه أن يسلمه الحقيبة.
لم يمهله أن يسأل، أردف أن برغوت الذي يوجد في السيارة باح بكل شيء، وقد قال إنك احتفظت بها. استحضر الحارس بديهته واستدرك قائلا إنه تسلمها وأخفاها في انتظار الصبح. مضى إلى حطام السيارة والشرطي يتبعه واستخرج كيس البلاستيك. ظن مبارك أن حكاية حقيبة الحلي انتهت. مساء اليوم التالي بينما جاء ليتسلم الموقف من السيف أبلغ بأن عليه الحضور إلى مركز الشرطة. ليلة جناوة في عرباوة لم يكن مفاجئا لأحد أن تقام ليلة لجناوة في دار العرب بوشهدة، فقد اعتاد الرجل وقد بلغ من العمر عتيا الآن أن يقيم 3 مرات كل سنة واحدة من تلك الليالي التي تصدح فيها من باحة منزله الذي يتوسط ضيعته أصوات الطبول وتكتكات القراقب والجمبر. كان أبناؤه يقولون إن والدهم دأب على إقامة تلك الليالي لأنها تمنحه راحة داخلية. كانت كلماتهم كافية لدفع الحرج الذي قد يجدونه. تستمر الليلة من ليالي جناوة تلك من بعد صلاة العشاء إلى مطلع الفجر، تتخللها صيحات من يبلغ بهم مداه الانسجام مع تلك الإيقاعات التي تهتز لها النفوس من أعماقها. كان الرجل العربي بوشهدة ينحدر من عائلة من القصر الكبير دأبت على إحياء مثل تلك الليالي، ولكن الليلة الأخيرة كانت خاصة، أسر بذلك من شهدوها. يومئذ كان الجميع على علم بأن الحاج العربي كذلك ينادونه سيقيم ليلة من لياليه، هي لياليه التي تقام من أجله ويحب أن يتقاسم متعتها مع الذين يحيطون به. كان الجيران قد رأوا أفراد فرقة جناوة الذين يأتون من القصر الكبير وهم يدخلون بيت الحاج العربي حاملين طبولهم وآلاتهم الوترية، عادة ما يكون وصولهم عصرا. في تلك الليلة لن تطفأ الأنوار في دار بوشهدة. يتولى الحاج شخصيا دعوة الرجال من جيرانه لحضور الليلة، وتتولى امرأته فضيلة دعوة النساء، ثم إنهم يدعون الباب مفتوحا لمن أراد أن يمنح لنفسه فسحة واستراحة. في مكان خلف الدار كان أحد الجزارين يساعده 2 يكمل سلخ كبشين نذرهما الحاج ليكون عشاء لمن يحضر الليلة. في غرفة لها نافذة واحدة كانت امرأة تتولى إعداد صينيات الشاي، ثم لا تلبث أن تعم الأرجاء رائحة اللحم الذي يطهى في قدور كبيرة فتستنفر كثيرين. حين غابت الشمس وتوارت خلف الرابية تسارعت وتيرة الإعداد لتلك الليلة التي يحرص الرجل على أن تكون أفضل من سابقاتها. قبيل العشاء بدأت تتوافد على منزل عائلة بوشهدة النساء من الجارات ومن هن من الأقارب. الأطفال يلعبون قرب الباب ويملأ صياحهم المكان فيضفي عليه بهجة. كما يحدث عادة سينام أغلبهم بعد أن تبدأ الليلة بقليل. الذين سيصمدون منهم سينالهم نصيب من العشاء الشهي. عاد الرجال من مسجد الدوار، كانوا مجموعات يمشون وهم يتبادلون أطراف الحديث حول مواضيع أغلبها لا صلة له بالليلة التي هم مقبلون عليها. عند وصولهم باب دار الحاج العربي بوشهدة انطلقت من عمق الدار زغاريد تسلسلت. في فناء البيت الواسع نصبت طاولات وفرش المكان استعدادا لأوقات يريد الجميع أن تظل مذكورة. كان الحاج العربي في أبهى حلته. غير بعيد عن الطاولات نصبت مجامر ما لبث أن قصدها 2 من فرقة جناوة، وكانت تعرف باسم فرقة المعلم سعيد الذي كان يرأسها. يحمل الرجلان طبلين كبيرين بدأ في تسخينهما. على بساط فرش في صدارة المكان جلس المعلم سعيد وقد احتضن آلة الجمبري. بجانبه جلس آخر اعتمر كالآخرين طربوشا مرصعا بالأصداف تتدلى منه خيوط تشبه الضفائر. في يده القراقب، تلك القطع من حديد التي يشبه شكلها الرقم 8 والتي تربط إلى ظاهر اليد وتحدث صوتا مميزا حين تهتز تحت ضغط من الكف.
كان الجالس إلى جوار المعلم سعيد يحرك قراقبه في غير ما انتظام، وكأنه يقوم بحركات تسخين استعدادا للآت. من مكان وراء حدود الضوء جاءت امرأة لفت رأسها بغطاء يغلب عليه البرتقالي، تحمل مبخرة من نحاس. يعلم أهل الدار أن تلك المبخرة التي يعتقدون أن لها تاريخا طويلا لا تخرج من مكانها إلا لمناسبات عزيزة كالأعياد الدينية وتلك الليالي التي يقيمها الحاج. يبدو أن صاحبي الطبلين انتهيا من تسخين طبليهما، علقاهما إلى كتفيهما وأمسكا بعصيين لكل منهما معقوف ومستقيم، ثم ما لبثت أن جاءت أصداء النقرات الأولى. انتبه الجميع، لقد بدأت الليلة. من عمق الدار ومن خلف حدود الضوء جاءت موجة من زغاريد. كانت الفرقة قد اكتملت وارتدى كل أفرادها كسواتهم الحمراء، وعلى صدورهم مرروا أحزمة مزركشة. بدأ المعلم سعيد يحاور آلة الجمبري، أوتارها تصدر أصواتا شجية تهز النفوس هزا. ثم ارتفع الإيقاع وفي تناغم ظلت حاضرة أصوات الطبول والأوتار والقراقب، ومثلها تتموج أصوات أفراد الفرقة بأذكار تستحضر لكنات إفريقية. الذين اعتادوا على مثل تلك الليالي يعلمون أن الإيقاع سيجعل بعضا من الحضور يهتزون بقوة. المعلم سعيد يعلم ما الذي عليه أن يفعله إن حدث، هو الذي يضبط النوبات التي ينبغي أن تصاحبها ألوان معينة في الملبس. وفجأة جاءت من حيث تجلس النساء صرخة قلما يسمع أقوى منها في اللحظات العادية. نظر المعلم سعيد إلى الجالسين بجواره وهو يحافظ على الإيقاع، ثم جاءت الصرخة من جديد، ومن مكان ما خلف المتحلقين في فناء الدار خرجت امرأة ترتدي فستانا أزرق بلون السماء وقد فكت ضفائرها. دهست بقدميها من كانوا جلوسا في طريقها، ولما توسطت الفناء وقعت أرضا. كان جسدها المكتنز يهتز وكأنه يساير الإيقاع الذي ظل مهيمنا. نهض المعلم سعيد من مكانه، التفت خلفه فناوله أحدهم غطاء أبيض مضى به إلى المرأة الواقعة أرضا وغطاها وهو يهمهم بكلمات لا تسمع. ثم بإشارة منه تغير الإيقاع ومن جديد صدحت الزغاريد. الجسد المغطى عاد ليهتز. الذين كانوا جلوسا من أفراد الفرقة قاموا. لم تسكت الطبول ولا القراقب ولا هدأت أوتار الجمبري. وفجأة نهضت المرأة وتخلصت بقوة لا تخفى من غطائها الأبيض وصارت تهتز متبعة الإيقاع المهيمن. تدلت خصلات شعرها على وجهها. جاء المعلم سعيد بما يشبه السبحة كان معلقا في عنقه وعلقه عليها. في الصفوف الخلفية سمعت أصوات لا ترى الوجوه التي جاءت منها وهي تقول إنها ميلودا. وسريعا صار الجميع ممن لا يرون ما يدور في فناء دار بوشهدة يعلمون أن التي تتوسط الحلقة هي ميلودا. في الدوار لم تكن ميلودا تلك ناكرة، يحكى أنها كانت امرأة على قدر من الحسن لا زالت ملامحها تذكر به وهي الآن تخطت الخمسين. كانت متزوجة من حمادي الذي كان يتاجر في الماشية ويوزع أيامه بين الأسواق الأسبوعية القريبة. لم تنجب، استمر زواجها 8 أعوام، ثم فجأة توفي حمادي وقالت عائلته إن ميلودا ناولته طعاما وضعت فيه سحرا. الذين قالوا ذلك زعموا أن ميلودا اكتشفت أن زوجها كان ينوي الزواج بأخرى، ومع أنها حاولت أن تنفي عنها تلك التهمة إلا أن أصواتهم كانت أعلى. ورسخ لدى الناس أن المرأة تتعاطى السحر والشعوذة، ونبذتها النساء اللواتي كن تتعاملن معها، ومنهن من قالت إنها الآن وقد ترملت ستسعى إلى خطف زوج إحداهن. انزوت ميلودا في بيت ملاصق لدار والديها آل إلى شقيقها الأكبر. كانت تعيش وحيدة، وقد فوجئ الناس في الليلة بدخولها منزل الحاج العربي بوشهدة إذ لم تفعل من قبل.
استمرت إيقاعات فرقة المعلم سعيد، بدت المرأة وقد ارتاحت قليلا، ثم توقف قرع الطبول، جيء بقدح من تراب به ماء ناوله المعلم سعيد المرأة، وقد حسب الجميع أنها ستغادر، ولكنها فاجأتهم، نادت أهل الدوار أن يسمعوا كلماتها، قالت وقد على صوتها: جميعكم تظنون أنني أقرب السحر والشعوذة، ومنكم من ساير أناسا قالوا إنني أطعمت زوجي سحرا فتك به، أريدكم أن تعلموا أن لا أحد له دليل واحد يصدق ما يدعيه، لقد مات زوجي لأنه أصيب بضربة شمس، والذين كانوا معه في السوق الأسبوعي يعلمون ذلك جيدا. أنا لا أريد من أي منكم صدقة، ولكنني أردتكم أن تسمعوا مني الحقيقة. أجهشت المرأة بالبكاء، جاءها أحدهم بغطاء رأسها، وقبل أن تغادر الحلقة أضافت: أريدكم أن تعلموا أن البؤس الذي أعيش فيه أنتم مساهمون فيه بحظ غير يسير. سكتت قليلا ثم سألت: هل تعلمون يا أهل الدوار أن مزاعم عائلة زوجي حرمتني من نصيبي في الميراث؟ الذين لم يكن لديهم علم علموا الآن، والذين كانوا يعلمون هم شركاء لمن منعوني حقي. كانت كلماتها الأخيرة، اخترقت المتحلقين، ثم ابتلعتها تلك المساحة التي لا يصلها الضوء. وهي في طريقها إلى كوخها سمعت فرقة جناوة تستأنف إيقاعاتها، التفتت: دار الحاج بوشهدة بعيدة الآن.